تخاف والو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم مشاهدين، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، مزيانين؟ مهم اليوم عندنا 8 ايام في رمضان، ها هو دايز بالصحه والسلامه، واللي باقي حتى هو الله يدوزو بالصحه والسلامه. وحنا دابا غادي في الطريق على الحمارات، ها هما مساكر راه معارقو. يلا الحمارات راه الكارث مشاو علينا، يلا تبعوهم نقطوهم. المهم حنا راه غادي نبقاو معانا، تشوفونا في غادين، والله ينصر سيدنا، غادي نجيبو القفاق، الله ينصر سيدنا، والله يعطيه الصحة يحتو، والله يشافيه ويعافيه، والله يخليه لينا يا ربي. المهم حنا راه غاديين على الحمارات، ها هما كيما كتشوفو، وعلى الكروسة، وبقاو معانا. هادشي اللي غنقولو ليكم، تتشوفونا حنا غاديين شنو غنجيبو. ترسيري تمشي ياوا، تتقعد ياوا، تتقعد ياوا، تمشي ياوا. يلا 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 يلا. المهم بقاو معانا وتفرجوا فينا. ترسيري تمشي، تقعد ياوا. حنا غاديين على الكرارس، مقدرناش نمشيو في الطاكسي، عندنا باش نركبو، هو قرانا الحمارات، وحنا غاديين. سيري تمشي ياه، انت سيري تحرك ياه. ايوا بقاو معانا، تبعونا وتابعونا حتى نوصلوا، شوفونا اش غنجيبوا. يلا شوفوا تبارك الله شحال ديال الكرارس، راه بحال السوق، يعني كيجيو الناس بزاف. المهم بقاو معانا وصافي. المهم الخوت الخواتات، ورحنا دابا جينا، وراه شدينا اللي قسم الله وعطاه لنا سيدنا، والله يشافيه والله ينصره والله يخليه للناس دراوج راه محلفين في رمضان، وتبارك الله راه عطانا خنشه عامره لواحد. ها انتم، المهم انا وهدنا جينا درنا حمير بجوج، ودرنا الكروسه، وجينا وشدينا اللي قسم الله، والله يعز الملك، والله يشافيه الوليدات، وان شاء الله والله يشافيه الشعب كامل، راه صاحب الدراوش، راه تهلا فينا في دار رمضان. تبارك الله عطانا الحليب، عطانا شحال من حاجه كنا محرومين منها، ما عندنا حليب، ما عندنا بقر، وسع ربي تاقوى ما خيبناش. ايوا المهم اخوت وخواتات، تفرجوا في الفيديو وبارطاجيونا مع الناس، والله يشافي الملك ويحيي الملك. وهانتو تبارك الله عطانا الزيت وعطانا كلشي، كل واحد خنشه عامره، هاد الخنشه عامره تلفهم، كل واحد عطاه الخنشه ديالو. رحنا جينا دوك نياتنا للجمعه، علمونا المقدمين، قالونا سيروا الجمعه تشدوا داكشي تاع الملك، وجينا وشدينا كلشي تبارك الله، وفرحنا في الخاطر تاعنا، والله لا فرحنا في نفوسنا، كاع الناس الدراوش فرحت، وفرح الدراوش وفرح اليتامى، والله ينصر سيدنا، والله يعطيه صحيحته. الله حل نسمعوا العاويج. ايوا ها حنا جايين، مشينا جينا القفة ديال سيدنا، وجايين حنا جايين على الحمارات، الحمارات دير سيري. ايوا بقاو معنا تنوصلوا ونوريوكم. امين، والله يشافيه، والله ينصر. واش وقع؟ واش وقع حب؟ واش وقع لاباس؟ واش وقع تقول في الخير؟ الناس تبارك الله باقا غادية، والناس جاية، والله لا سيدنا لا فرح الناس وفرح اليتامى والدراوش. ايوا ملي غنوصل ان شاء الله غنوريكم القفة شنو فيها، حاجة بحاجة. بقاو معانا وتبعونا وتفرجوا فينا، ورحنا فرحانين في هذا رمضان، واخا هاد الغلق تاعنا، رحنا كيما كان هاد الكفيفة بعدا راه دارت علينا شوية. كرسيري زيدي تمشي ياهي، كرسيري زيدي حدي بحال هكا. هما الحمارات راه محاكرين، حنا قارنين جوج يا زين، كتحركي تمشي ياهي، تال سيري زيدي بحال هاك، تال هاي بحال هاك، سيري تحركي. المهم حنا غادي بحال هاكا، ان شاء الله بقاو معانا تنوصلو، ديك الساعة نكملو معاكم، حبينا نشاركو معاكم هاد القفة ديال سيدنا، والله ينصرك، والله يجيب لي الشيف، والله يخلي لي وليدات. المهم يلا وصلنا عيانين ومشومين الحمد لله، وصلنا حتى لديك 12. المهم انا غنشوفو، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، نشارك معكم داكشي اللي عطانا سيدنا الله ينصرو. ايوا بقاو معايا ان شاء الله تنفرتلو الكفيفه ديالنا. هانتوما تبارك الله، هذا راه حليب،
ست الباكيات ديال الحليب، الله ينصر سيدنا، الله يعطيه الصحة يحشو. هذا بيدو ديال الزيت، يعني داكشي ديال رمضان. هذا روز، ها وحده، ها جوج، روز ثلاثة، ها ربعة، روز ربعة، هذا هاتاي، هاتاي هذا جوج مارك، هانتو كاين جوج أصفار، جوجات صفرين، جوجات ها ماي، جوج في جوج، هذا عدس، الله ينصر سيدنا، شاف الغلا وشاف العافية راكبة، يعني كلشي غالي، نتوما كتعرفوا الخضرة غالية، كلشي غالي، مهم كما كان راه كيعاون الناس الدراويش بهاد القفة واليتامى، والناس اللي ما عندهمش، أنا من هاد المنبر انا كنقول ليه الله يشافيك ويعافيك والله يعطيك الصحه والله يخليك للشعب ديالك. هذا حتى هو روز، هاتاي ثلاثه الباكيات، هذا حق تاع مطيشه، بينا مطيشه غاليه على الاقل نعاونو بهذا شويه. هذه شعرية، ها هي شعرية، سكر، سكر جوج قوالب، ها هم جوج، خنشة ديال الفورس، هذه خنشة ديال الفورس ف 10 كيلو. ايوا الله ينصر سيدنا الله يعطيه الصحة يحتو، وتنتوما الخوت الخواتات تفرجوا فينا، وحنا كنبغيوكم ديما تبارطاجيونا وتفرجوا فينا يعني تطلعوا لنا شوية المورال وتعاونونا بحكا بالمشاهدة وبالبارطاج، الله يسهل عليكم. وفرحانين حنا بهادشي الصراحة، هادشي مقيد فيه الوالد ديالي اللي هو واحد الانسان دروش، وحنا مشينا اليوم جينا وجينا، وخا تسخنطنا شويه على الكروسه، يعني انا وصلت ميته ما نكذبش عليكم، اليوم غنفطر بالحليب والخبز، ما غنديرش فطور حيت ما قاداش يعني نتحرك ولا شي حاجه. هانتوما نقرب لكم مائده، شوفوا داك الشيء، شتو داك الحليب، تبارك الله، فرحت انا بالحليب صراحه، فرحنا بالزيت راه غالي والمعطيشه غاليه، يعني كل شيء غالي وتبارك الله، يعني هذا الشيء راه فرحنا به بزاف، والله ينصر سيدنا. فجيت سخفانه والله، جيت عيانه بزاف. مهم الخوت والخواتات، نتوما كما كتشوفوا يلا جيت دابا غادي نبدل حويجاتي، نسد داكشي كل حاجه نحطها في بلاصتها. ايوا دوزت اليوم 8 ايام مع الوالد ديالي، وان شاء الله غادي نسافر عند امي حتى هي. ايوا خليكم معانا، ارجو فينا وما تبخلوش علينا، هادشي اللي غنقول لكم. يلا بسلام عليكم، والله يعاونكم، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله.